دعا فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن عبد الله القطان خطيب جامع أحمد الفاتح الإسلامي خلال خطبة أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك، دعا جميع المسلمين إلى اغتنام الفرص العظيمة التي يقدمها الشهر الفضيل في التقرب إلى الله. خطيب جامع أحمد الفاتح الإسلامي أشار خلال الخطبة أيضا إلى فضائل شهر رمضان المبارك والتي تسهم في تهذيب النفس الإنسانية. معاشر المسلمين، في أول جمعة من أيام شهر رمضان المبارك نهنئ أنفسنا وبلادنا ملكاً وحكومةً وشعباً والمسلمين جميعاً. أيها المسلمون والمسلمات، المسلم في عمره المحدود وأيامه القصيرة في هذه الحياة قد جعل الله له مواسم للخير وأعطاه من شرف الزمان والمكان ما يسد به الخلل ويقوم المعوج من حياته. ومن تلك المواسم شهر رمضان المبارك، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه رضوان الله عليهم عند حلوله فيقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. نعم والله، إنها بشرى عظيمة. كيف لا يبشر المؤمن بشهر يفتح الله فيه أبواب الجنة؟ كيف لا يبشر المذنب بشهر يغلق الله فيه أبواب النار؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل الله فيه مردة الشياطين؟ كيف لا يبشر العابد بليلة هي خير من ألف شهر، شهر لا تحصى فضائله ولا تعد فوائده؟ فكيف لا يبشر به؟